معايا مداخلة الأستاذ ميشيل عبد النور. مساء الخير يا فندم. أهلا بك يا أستاذ روبير. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، أحمد الله على كل حال، شكرا على اتصالك بيه. حضرتك إحنا معانا الدكتور عباس الشراكي، وعايز تقول له إيه؟ أنت حاضر الحلقة من أولها. أنا الحقيقة يعني عاوز أقول لحضرتك، أنا اسمي ميشيل عبد النور. أهلا وسهلا. دي أول حاجة. الحاجة الثانية أرجو أن يعني أنا حضرتك تسمح لي أن أتكلم عن مشروع سد النهضة. اتفضل. أحب أعرف حضرتك أن أنا عشت على ما حياته من كل عمري حتى الآن، وأنا تجاوزت سن 90 سنة في الوقت الحاضر. أنت سنك قد إيه يا عم مشيل؟ أنا سني الحالي 95 سنة. ربنا يديك الصحة، ربنا يديك الصحة. بس يعني أرضي أنا حضرتك إنك يعني اتفضل ما تاخذنيش يعني إن ذاكرتي بقت ضعيفة دلوقتي بسبب تأخرتي في السن. فرصتك معاك. ما بتسعفنيش بكل اللي أنا عاوز أقوله وأعبر بيه عن اللي أنا عاوز أقوله يعني. اتفضل. فإذا كنت أنا بكفر فيه، إذا كنت بأثر يعني في التعبير عن اللي أنا عاوز أقوله، فأرجو المعذرة بسبب تقدمي في السن. اتفضل يا فندم، اتفضل، اتفضل. عاوز أقول لحضرتك إن طول السنوات اللي عدت ديت وعشتها ما حرمتش أبدا في يوم من الأيام من كافة احتياجاتي من الإيه؟ من الماء. تمام. وعاوز اقول كمان ان انا لا اكون مبالغا اذا قلت يعني ان نهر النيل اللي وهبه الله لنا نحن المصريين هو نعمة وهبها الله وهبها لنا رب السماوات والارض يعني منذ الاف السنين. تمام. وبه ومنه نحن نحيا حتى الآن. فهل يمكن لأي قوة أو أي دولة مهما كانت أو مهما أوتيت من جبروت أن تحرمنا مما وهبه الله لنا من حق في الحياة؟ وعاوز أقول كمان يا أستاذ روبير اللي أنا عاوز أقوله يعني للمسؤولين عن مشروع سد النهضة، كل ما أريد أن أقوله لهم، كل ما أريد أن أقوله للسادة المسؤولين عن 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 مشروع النهضة، إن كنتم أنتم بتحبوا الحياة فنحن أيضا بنحب الحياة، فدعونا نحن أيضا نحيا مثلكم. وشكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. نحن نحب الحياة كما هم يحبون الحياة.